ده بقى تعرفه هو عبارة عن list of number. list of number هو ترتيب من الأرقام. ترتيب ليه؟ من الأرقام. زي ايه مثلا؟ رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. يبقى انا كده رتبت الأرقام واحد اثنين ثلاثة وانت ماشي مين بالشكل ده. ممكن حاجة رسمها ترتيب تاني اللي هو اثنين أربعة ستة ثمانية وهكذا، واحد ثلاثة خمسة سبعة ومين وهكذا. ماشي؟ هتلاحظ ايه؟ ان ال هي عبارة عن ترتيب من الأرقام ما بين كل رقم ايه؟ كوما، تمام؟ بالشكل ده، خلاص؟ واديني أربعة ستة ثمانية، دي عبارة عن الأعداد مين؟ الزوجية، ودي الأعداد مين؟ الفردية. خلاص؟ يبقى تعريف السيكونس أو المتابعة هو عبارة عن ليست أوف نمبر، ترتيب من الأرقام. ماشي؟ ممكن اعبر عن المتتابعه بالصوره دي اللي هي عباره عن ايه؟ ارقام. وممكن اعبر عنها بصوره اخرى اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هو الحد النوني. انا ممكن اكتب المتتابعه دي بصوره حد نوني او حد عام. ازاي؟ انا ممكن اقول ده عباره عن كام؟ عباره عن ان. طب دي عباره عن كام؟ اتنين ان. طب دي عباره عن كام؟ يبقى الاعداد الفرديه اللي هي اتنين ان ناقص واحد. طب يعني ايه الكلام ده؟ ان ممكن انا اديك المتابعه في صوره حد عام في ان او اديها في صوره مين؟ ارقام. خلاص؟ طب اما ادالك في حد عام في ان بنعمل ايه؟ نقعد اعوض كده، احط ان بواحد بكام؟ واحد، احط ان باثنين؟ اثنين، ان بثلاثه؟ بثلاثه، احط ان بواحد هنا؟ يبقى اثنين، ان باثنين؟ اربعه، احط ان بواحد هنا بكام؟ واحد، ان باثنين بكام؟ ثلاثه ومين؟ وهكذا بالشكل. ماشي؟ يبقى المتابعه هي عباره عن ليست اوف نمبر، ترتيب من الارقام. ممكن يجي في صوره ارقام ديسكريت بالشكل ده، او ممكن احطه في صوره حد عام في الام او حد نوني، تمام؟ لمين؟ بالشكل. طيب احنا ايه هدفنا في الجزء اصلا بتاع المتتابعات والجزء بتاع المسلسلات؟ ان احنا بندرس حاجه اسمها تقارب وتباعد المتتابعات والمسلسلات. بس حاجه اسمها مين؟ تقارب وتباعد. امتى تكون المتابعه تقاربيه وامتى تكون المتابعه مين؟ تباعدي. اهم نقطه عندي، تمام؟ طيب المتتابعات بقى اللي هو السيكونس، انت بتكون تقاربيه اللي بنسميها كونفرجن تقاربيه. انا بتكون المتتابعه تقاربيه ان احنا لو جبنا اللين، اما الان تقول ما لها للحد العام. خلاص؟ لو طلعت بتساوي ثابت، لو طلعت بتساوي مين؟ ثابت، بتكون في الحاله المتابعه ده متابعه مين؟ تقاربيه. مثال عليها بقول ايه؟ ليميت. اما ان تقول ما نهايه واحد على ان، واحد على ما نهايه بكام؟ بزيرو، يعني كده كام؟ ثابت، المتابعه مين؟ تقاربيه. طيب لو انا جبت الليمت، ليمت ان تقول ما نهايه للاي ان وطلعت بموجب او سالب ما نهايه، تبقى في حاله مين؟ تباعد، دايفرجن، تمام؟ زي مثال مثلا بقول ليمت اما ان تقول ما نهايه للان، دي بكام؟ بما نهايه، يبقى المتابعه دي متابعه مين؟ تباعد. يعني ايه تباعد؟ ايه كل لما بتزيد متابعه بتلعب بتروح لمين؟ لما نهايه. طب الشكل الثالث هي عباره عن ايه؟ نون كونفرجن ونون دايفرجن، ولا تباعديه ولا مين؟ تقاربيه. زي ايه؟ اقول كده سالب واحد واحد سالب واحد واحد وواحد سالب واحد واحد سالب واحد وهكذا. دي بنسميها ايه؟ متذبذبه، تمام؟ طيب يعني ولا عارف تبقى واحد ولا عارف تبقى مين؟ سالب واحد، ولا عارف تبقى واحد ولا عارف تبقى مين؟ سالب واحد، يعني مالهاش رقم في النهايه ولا مالها نهايه ولا مين ولا سالب، بس هم بقول عليها متتابعه متذبذبه، في الحاله ديت دي ولا تباعديه ولا مين؟ تقاربي. طيب بالنسبه للمتتابعه ديت لو انا عاوز احطها في صوره ام، في صوره حد عام، تحطها ازاي؟ سالب واحد وسين. كم؟ سالب واحد وسين. ايوه ديت بالنسبه اللي فوق دي عباره عن سالب واحد وكل وسين. طب ديت لو بدك بموجب ممكن احط فيها سالب واحد كله اس ان ناقص واحد او سالب واحد كله اس ان زائد مين؟ زائد هي نفس الكلام. لو انت عوضت كده حط ان بواحد بقى هنا رقم زوجي زيرو، يبقى اديني رقم واحد. حط ان باثنين تبقى رقم فرد، اديني كام؟ سالب. عشان بنستعملها في مثلا فيها مشكله يا حد؟ دي اول ما ينفعش يجيب لها ليميت؟ نعم؟ يا ما ينفعش يجيب لها ليميت؟ سالب واحد اس ان لا، دي ولا تبع دول تقاربيه، دي رقم في النهايه. لو سالب واحد مضروبه في داله اقدر اجيب لها الليمت، وهنشوف مساله عادي. يبقى بنتكلم دلوقتي على المتتابعات، هو عباره عن ليست اوف نمبر، ممكن احطها في صوره ارقام او احطها في صوره مين؟ حد نوني.
جبت الليمت طلعت بثابت تقاربيه، جبت الليمت طلع بمعنى ايه اسامه تبقى مين؟ تباعه عاديه، وممكن احد يكون ولا تبع ضغط تقاربيه المتبعه مين؟ البوتوزا بثابت. ماشي؟ دي بالنسبه لاول نقطه. النقطه الثانيه بقى والنقطه مهمه جدا، ازاي اديك الارقام بالشكل ده وتحوليه لحد مين؟ لحد عالم. خلاص؟ يبقى انا هديك الارقام اللي جت في سنه من السنوات في الامتحانات الدكتور جابها، خلاص اداك الارقام وقال لك حولها لي لحد عام، وهل هي تقاربيه ولا مين؟ تباعد. تعال نشوف النقطه دي هنعملها ازاي. ايه المطلوب من المسائل ديت؟ تحويل الارقام دي الى حد مين؟ حد عام. ماشي؟ تعال نشتغل مع بعض حته فيها كده ونبدا نفكر. اهم نقطه عندي هنا ان خلي بالك انت ممكن في الامتحان يجي لك حاجه بره الكلام ده كله، مش شرط يجي لك بره الكلام ده، ان انت تلمحها. يعني ايه تلمح؟ تلمح التغير عامل ازاي؟ يعني اهم حاجه ان اشوف التغير، انت لما تتدرب على مسائل كده تعرف ان في تغير هنا بشكل فلاني، هيدوس رقم، هيقرا رقم، هيربع رقم، وهكذا. خلينا ده واحده واحده. واحد سالب واحد، واحد سالب واحد، واحد مين؟ سالب واحد. دي عباره عن مره ممكن ومره مين؟ سالب. دي عباره عن ايه؟ لسه قلنا من شويه. حاجه لها رقم اصلا. لما يبقى لك لما بيجي لك مره موجب ومره سالب اعملها زي ما عملت. ده كام؟ دي كام؟ سالب واحد. سالب واحد كله ستان. ايه دي ناقصه؟ ممكن اعملها ايه ناقصه؟ خلي زي الواحد. تمام؟ طيب كده خلصت بالسالب والموجب. 1 4 9 16 25 دي عباره عن ايه؟ المربعات. تمام؟ اللي هي كام؟ اللي تم. بعد ما تعملها عوض، عوض ان بواحد ب2 و3 وشوفها صح ولا غلط. حط ان بواحد يبقى كام؟ 1، ان ب2 4، ان ب3 16، 25 وايه؟ 1. طيب هنا بضرب خلينا الاول، خلينا الاول 0 3 8 15 24 دي عباره عن ايه؟ لو انت ايوه هي نفس دي بالظبط بس قللت مين؟ 1. يعني مش دي نفس دي بالظبط بس اقل من دي واحد يبقى صفر. بعد كده كام؟ 3. بعد كده كام؟ 8. يبقى دي ان لتتبيع ناقص بس ان لتتبيع ناقص مين؟ ناقص 1. دي نفس دي بالظبط بس قللت منها واحد. طيب دي بضرب فوق باثنين وبزود تحت 3. اه اشتغل ايه؟ على البسط لوحده، البسط لوحده والمقام لوحده. تعالى هات البسط لوحده. 1 2 4 2 4 8 16 دي عباره عن ايه؟ دي مضاعفات الاثنين يبقى كام؟ 2 و 6 ناقص كام؟ 1. طب انت تبقى 2 و 6 ان لو بدل ب 2 خليت ناقص 1 ليه؟ عشان لما اجي اعوض ب 1 يبقى 1 ناقص 1 ب 0. اجي اعوض ب 2 يبقى جبت 2. لو بدأ ب 2 يبقى 2 و 6 دي مضاعفات 2 و 6. في اي مشكله مع حد؟ عيد ايام تاني؟ طيب 9 12 15 18 21 دي ايه؟ 6 زائد 3 يعني 6. ايوه انت مش عارف تاخدها في جنب كده يبقى 9. ما تفكرش الاثنين مع بعض، فكر واحده واحده. يبقى 9 12 15 18 21 خلاص؟ خد ايه النقطه المشتركه في الكل؟ الثلاثه. خلاص الثلاثة الارقام دي قابلة للاسم على الثلاثة، خد ثلاثة عامل مشترك يبقى لك كام؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى دي كام؟ ثلاثة، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دي عبارة عن كام؟ إن زائد، يبقى دي عبارة عن ثلاثة في إن زائد. وعن السلسلة ممكن أختصر بسط مع مقام؟ ما تختصرش عشان ما لو اختصرت مش هتبان معايا. أدي بس أربعة. لا مش هتبان، يعني مثلا إيه تقول 8 على 18 هيبقى دي كام؟ 4 على كام؟ على 9 مش هتبان معايا، لكن هي بتبقى كده بتبان معايا. ان هي بتبان عشان تبان معاك الترتيب. لو كانت دي 4 على 18 هتبقى صعبه. فاهمني؟ هتبقى صعبه ان احنا نكتشفها. هو الدكتور بيديلك عشان تبقى فورم السلسله اقدر ان انا اجيبها وفي تحت المسلسله اقدر ان انا اجيبها. فاهمني؟ لكن انت لو اختصرتها لك مش هتعرف تجيبها اصلا. يعني هيبقى صعب علينا قوي ان احنا نكتشفها. ماشي؟ ديت 1 5 9 13 17. ماشي الحل الصح فعلا هو 4 ان ناقص 3. تعال نشوف المساله دي جت لي في الامتحان هفكر في ازاي. انا يهمني جدا هنا ان انت تطلع نقطه من التفكير. خلاص؟ طبعا الارقام هنا ارقام فيها ارقام تابع الاسم، ارقام فرديه، ارقام زوجيه وهكذا. ماشي؟ كان مشكله مع حد؟ طيب اول نقطه هنا، اول نقطه الفرق بين كل رقم ورقم كام؟ أربعة. يبقى دي طلعت لي إيه؟
ايوه ان الارقام دي اصلا متعلقه بمضاعفات الاربعه. متعلقه بمضاعفات مين؟ الاربعه. بس ما اعرفش بس اكيد الرقم ده زايد عليه رقم او مقلل منه مين؟ رقم. تعال بقى نبدا نعملها كده ماشي؟ يبقى مضاعفات يبقى اكيد مضاعفات الاربعه. خلاص؟ يبقى ابدا يعني حضر كل واحد واثنين في اربعه ال، يبقى كلمه اربعه ال جبتها منين؟ اربعه ال جبتها منين؟ من الفرق بين كل رقم ورقم كام؟ أربعة. يبقى أكيد الأرقام دي هتقبل اسم على أربعة، بس دي مش بتقبلش اسم على أربعة، يبقى أكيد مطروحة مجموعة من الأرقام. تمام؟ يبقى كام؟ يبقى 4 إن، يبقى المفروض 4 إن تبقى كام؟ 4 وكام؟ 2 8 بعد كده كام؟ 12 بعد كده 16 بعد كده كام؟ 20 وهكذا. تمام؟ كده طلعت المسلسلة الأربعة إن. طيب بعد كده كام؟ الأربعة بقت 1 والثمانية بقت 5، الفرق بينهم كام؟ 3 يبقى 4 ناقص كام؟ ماشي؟ يبقى دايما ايه؟ هتلاقي هي بتنضرب في رقم او بتنجمع على رقم او الفرق بينهم مين؟ رقم، هي هتلاقي المسألة كده. تمام؟ فلازم انا مركز في ايه الحتة المميزة جوه المسألة؟ ماشي؟ فيها مشكلة ديت؟ فيها مشكلة؟ طب تعالى هنا 5 8 11 14 17 طبعا انا كنت ادرك من الاول مش هجيب فاهمني؟ بس الفرق بينهم كام؟ 3 تمام؟ يبقى 3 ان زائد كام؟ كل الناس فاهمتها؟ اعتقد ما بتقاسها انا عايز افهم ديت ان انت لما بتفهمها بتبقى سهل جدا تجيبها ماشي؟ يبقى 3 ان زائد كام؟ طب مين يجيب اللي هيجيب اللي تحت هيديله هو؟ ايوه هي مضروبه تمام؟ يبقى 1 2 6 14 120 ده عباره عن مضروب الايه؟ طب فكرنا فيها ازاي؟ كل ما تسرع ايه؟ تمام بيضرب في ان زائد يعني ان بعد كده ان زائد 1 هي لا هي لها فكره صح بس هو زميلته قال يعني ممكن فكره ثانيه 2 على 1 فيها كام؟ الاثنين 6 على 2 فيها؟ 24 على 6 فيها كام؟ 4 120 على 4 فيها كام؟ 5 وهكذا تمام؟ فهو عمل فيها هنا مضروب مضروب الان هنا مضروب الواحد مضروب الاثنين مضروب الايه؟ الثلاثة مضروب كام؟ الأربعة ممكن أفكر كده واحد ده اثنين في واحد ده واحد في اثنين في ثلاثة ده أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد هكذا لو أنت عملت دول هتلاقي الرقم بيطلع مين؟ بيطلع معاك. ماشي؟ فيها مشكلة يا أحمد؟ فيها مشكلة هنا؟ خلاص طبعا المسألة يعني إيه بتحتاج شيء من التركيز شوية لأن الدكتور جاب حاجة زي كده تقريبا جاب دي تقريبا بس مذاكر أول مرة امتحان يعني بس تقريبا جاب ايه؟ مساله مشابهه لحاجه زي كده. خلاص؟ طب دي طبعا سهله جدا، دي كام بقى؟ جذر ان تربيع دي ارقام كذا متسلسله تحت الجذر، يبقى كام؟ جذر ان تربيع يبقى جذر 1 4 9 يبقى كام؟ ان تربيع 1 2 3 يبقى زائد كام؟ ان ناقص كام؟ ايه المطلوب في المساله دي بقى؟ دي على المساله اللي فاتت هو عاوز يجيب هنا كمان التقارب والتباعد. تمام؟ تعال نجيب بقى التقارب والتباعد في المساله دي، يبقى ليه كام؟ ان تقول منهج لمين بقى؟ جذر ان تربيع زائد ان ناقص ان في مين؟ لو عايز اجيب الليمت طبعا بجيب الليمت دي تبقى بقى هي ناقص ما ينفعش يبقى هضرب فين؟ في المرافق يبقى عباره عن جذر ان تربيع زائد ان زائد ان على جذر ان تربيع زائد ان زائد كام؟ زائد او هضرب في المرافق يبقى ده عباره عن ليمت ان تقول لما لا نهايه يبقى كام؟ ان تربيع زائد ان ناقص ان تربيع على جذر ان تربيع زائد ان زائد ان دي راحت مع ديت هنقسم فوق وتحت على مين؟ على ان يبقى الكلام ده ليميت ان تقول لما لا نهايه ليه؟ يبقى فوق واحد والان تخش تحت الجذر كام؟ ان تربيع ده واحد زائد واحد على ان زائد كام؟ واحد. اما عوض ما ده كام؟ زيرو جذر واحد زائد واحد بكام؟ ب 2 يبقى كده كله بكام؟ بنص وده مطلوب طالما بنص يبقى دي ايه؟ تقارب تمام؟ والدت كمان ايه؟ فاكرين؟ ده خط التجربه مين؟ افقي. مش لما الليمت تقول لي ما نهايه ويديك رقم يديك خط التجربه مين؟ افقي. يبقى الداله دي لما تيجي تقسمها خلاص يبقى عند النص كده عمر الداله دي ما هتطلع منين؟ من النص. يعني لما تيجي تقسمها عمرها ما هتطلع منين؟ من عند مين؟ عمرها ما هتعدي من النص. في خط تجربه افقي عند النص. ماشي؟ فيها مشكله بقى يا حاج؟ دي بقى المسائل على الليمتس عشان تقاس الداتا العاديه ومين او تقارب خلاص
تعال نحل ده نحل واحده واحده يلا مع بعض كده ليميت ان ده اول ما نهايه 4 على 7 ان 6 على ان 6 زائد 3 دي عباره عن ايه الاول عوض ما نهايه طب تعوض ما نهايه ده مين ما نهايه على ما طالما ما نهايه على ما نهايه يبقى في الحاله ده طبق قاعده مين لوبيتيل خلاص لوبيتيل بتقول لك ايه بقى مشتق في البسط مشتق المقام ممكن واحد يقول لك اسمع ان اس كام 6 ايهما صح تمام اضرب في النهايه كام على كام سالب 7 طالما سالب 7 يعني سالب تبقى مين كومز طيب جذر ان زائد 1 على ان بكام 1 زائد 1 على الجذر اقوى منين من الليميت الجذر اقوى منين يعني ممكن اطلع الجذر بره علامه الليميت الكلام ده بيساوي مين جذر ليميت ان تؤول ما لها لان زائد 1 على ان اللي تحت جذر ما لها على مشتق في البسط مشتق في المقام يبقى مكان كام جذر 1 ب 1 برضك مين كونفرج خلاص يبقى ممكن اطلع الجذر بره عمليه مين ال طب ليه ان على ان بكام لو احنا عوضنا برضك يبقى تساوي كام طبعا هنا في قاعده في الليمت ازاي وحتى هنا وحتى هنا النقطة المفروض ما نشتقش على الان ليه؟ لان الان دي ديسكريت يعني ايه ديسكريت؟ متقطعة عبارة عن ان واحد ان باتنين ان بتلات هل التفاضل بيجي على الدالة غير متصلة؟ لا المفروض ان التفاضل على الدالة مين؟ المتصلة يعني ايه يعني ايه الحتة ديت؟ ان بيقول لك لو الشكل بالشكل ده المفروض تحطه كده ليميت اكس تقول لما لا نهاية لليم اكس على اكس ان انا حلو على مين؟ على اكس لان الاكس ديت كونتينوس فاقدر افاضلها اقدر اطبق لوبيتال افاضل البسط افاضل مين المقام وهكذا تمام لكن المفروض ما اعملش على ان هو في قاعده بتقول لو ديت راح الرقم يبقى اكيد ان راح نفس مين الرقم تمام فالاول المفروض اعملها على الاكس كده عشان تبقى مكتوبه رياضيا صحيحه طب تعالى عوض بقى ليه ما نهايه على ما نهايه بكام؟ لما نهايه على ما نهايه يبقى اقدر اطبق قاعده لوبيتال مشتق في البسط مشتق في المقام يبقى كام بقى ماشي واحد على اكس يبقى عباره عن ليميت اكس اول ما نهايه مشتق البسط بكام ومشتق المقام يبقى كام ده واحد على ما نهايه على كام بص مش فاهم حاجه طيب هي هنعملها ازاي دي اما تعوض بقى هي بقى سالب واحد اس ما نهايه واحد على ما نهايه يعني في صفر السالب واحد اس ما نهايه حد عارف قيمتها ممكن تكون واحد وممكن تكون مين؟ سالب واحد. خلاص كده مش عارف قيمة الدبل. تمام؟ طب بنعملها ازاي؟ قال لك القاعدة، القاعدة اللي هنحل بيها النقطة ديت ان بنعملها بالشكل ده. فاكرين قاعدة الساندوتش؟ كانت عبارة اللي احنا شرحناها مع الدكتور محمد. كانت عبارة عن ايه؟ لو انت عندك ثلاث متتابعات اي ام وبي ام وسي ام. وغير جبت الليميت اما الان تقول ما نهايه للاي ام طلعت بتساوي الليمت اما الان تقول ما نهايه لمين للسي ام بتساوي ال يبقى اكيد الليمت اما الان تقول ما نهايه للبي ان بتساوي مين بتساوي كنا سميناها قاعده الساندوتش وخدناها مع جزء الدكتور محمد تمام يبقى هنعمل ايه يبقى سالب واحد كل اس ان في واحد على ال مش ممكن هي دي محصوره من واحد على ال ومحصوره من سالب واحد على كام يعني الدالتين المحصوره بينهم يا اما تكون سالب واحد على ال او يا اما تكون واحد على مين على ان طب تعالى هات ليميت اما الان تقول لي ما نهايه الواحد على ان هتساوي ليميت اما الان تقول لي ما نهايه لسالب واحد ده كله بكام؟ بصفر خلاص يبقى اذا ليميت اما الان تقول لي ما نهايه لسالب واحد وكل اس ان بقى ان برضك بكام؟ بصفر دي عباره عن ايه؟ كونفرج انا كل مره لسه تمام؟ فاهم مش فاهم اي حد؟ تاني طبقت في حاله قاعده مين الساندوتش اللي بتقول ايه؟ لو عندي متتابعه محصوره بين متتابعتين والطرفين المتتابعتين يراقبوا مين؟ لنفس النقطه يبقى كده في النص بتروح لنفس مين؟ النقطه. فلقيت ان المتابعه دي محصوره بين مين؟ من واحد على ان وسالب واحد على مين؟ على ان. المتابعه دي بكام؟ بزيرو ودي بكام؟ بزيرو. الاثنين دول بصفر كده في النص بكام؟ بصفر ماشي؟ نفس الكلام لو جات لك ساين ان على ان فاكرين اللي خدناها؟ او ساين واحد على واحد على ان على على ان تربيع بس ان زي ما خدناها زي ما خدناها بالظبط مع جزء الدكتور محمد خدنا مسائل على الحته دي ماشي طب دي بقى نقطه مهمه جدا المساله الاخيره دي دلوقتي الاهم خلاص دي داله اس مين اس داله داله اس داله بنعمل ايه فيها بقى ايوه
ده هيجيلك يا اما في تفاضل يا هيجيلك فين في الليمت يا هيجيلك في ايوم يا اما تفاضل يا اما مين ليمت. دي بتعملها ازاي؟ بتمشي بكذا خطوه. الخطوه الاولى لازم احول دي اكس. ليه؟ اتفقنا ان ما ينفعش افاضل واعمل الكلام ده على مين؟ عليه. لو دي راحه لنفس القيمه يبقى دي راحه لنفس القيمه. يبقى انا ما عرفتش بقى هحاول بس مكان ال اكس عشان تبقى الحل بتاعي صحيح. بقى المشكله ليها حل؟ طيب تعالى بقى نبدا نكمل. نمسح الجزء ده. يبقى انا حولتها مين؟ لاكس. خلاص وهسمي ده وليكن واي. يعني واي بتساوي كام؟ المشكله ليها حل؟ اما تجيلك داله اس داله سواء تفاضل او سواء ليميت ملهاش حل تاني اللي اخد ليه لمين؟ للطرفين. يبقى لين وول هتساوي ايه بقى؟ ليميت اما اكس اقول ما لا نهايه لاكس في لين اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. في اي اعتراض مع اي حد؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هنوزع الليميت على الداله دي والداله دي. يبقى هتساوي ليميت اكس تقول لي ما لا نهايه للاكس مضروبه في ليميت اكس تقول لي ما لا نهايه للين اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. فاهم المشكله بقى يا حد؟ فاهم المشكله؟ الليميت ديت اقوى منين؟ من الليميت. فممكن اطلعها بره مين؟ الليميت. يعني هنكتبها كده بقت ليميت اكس تقول لي ما لا نهايه للاكس مضروبه في ليميت اكس تقول لي ما لا نهايه بإكس زائد واحد على إكس ناقص. فاهم مشكلة مع حد كده؟ ليميت إكس تقول لي ما نهاية إكس دي بكام؟ ما لا نهاية. مضروبة فين؟ ليميت إكس تقول ما نهاية لإكس زائد واحد على إكس ناقص. الليميت دي لوحدها بكام؟ دي المفروض ما لا نهاية على ما لا نهاية. أما اشتق البسط واشتق المقابل يبقى واحد على واحد بكام؟ واحد. طب ليه واحد بكام؟ ليه واحد بزيرو. خدها قبل كده، ليه واحد بكام؟ بزيرو. خدناها في الاكسبريشن ايه اسس خدنا ايه اسس صفر وايه اسس ما لا نهايه وخدناها قبل كده كل الكلام. خلاص؟ ده بقى دي عباره عن كام؟ ما لا نهايه في كام؟ في الصفر. فاهم مش فاهم اي حد كده؟ فاهم مشاكل لغايه دلوقتي؟ خلاص يبقى اول تحويله اللي هو ما لا نهايه في كام؟ في الصفر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ قال لك ما ينفعش احلها كده، دي كميه برضه غير مين؟ معرضه. خلاص؟ هعمل ايه؟ لازم احولها لصفر على صفر او ما لا نهايه على مين؟ ما لا نهاية، لازم أعمل حركة رياضية تانية. طب هنعمل إيه؟ طب يبقى لسه كده في واحد لين واي هتساوي كام؟ يبقى في البسط بتاعك عبارة عن ليميت إكس تقول لما لا نهاية لليم إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. لو أنا جبت ليميت إكس دي خليتها في المقام، يعني عملتها إزاي؟ عملتها كده ليميت إكس تقول لما لا نهاية لواحد على إكس. كانت حولت لايه؟ اللي فوق بكام؟ اللي فوق لسه جايبينها من شويه بكام؟ بصفر. طيب واللي تحت واحد على ما لا نهايه بكام؟ بصفر. يبقى بقت صفر على صفر. انا اطبق في الحاله قاعده مين؟ لوبيتال. طب لوبيتال بيقول لك ايه؟ اشتق البسط واشتق مين؟ المقام. طب مشتق يبقى لين واي هتساوي مين؟ لين. اما اكس تقول ما لا نهايه. تعال بقى اشتق البسط. الاول مشتق في المقام واحد على اكس بكام؟ دي بسالب واحد على اكس سالب. طب مشتقة البسط بكام؟ تعالى اعملها بجنب لوحدها اللي اسمها ايه؟ لين اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. تعالى اشتقها كده يبقى كام؟ واحد على اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. في مشتقة دي مربع المقام في كام؟ في المقام اكس ناقص واحد. في مشتقة البسط بكام؟ واحد ناقص البسط اللي هو كام؟ اكس زائد واحد في مشتق المقام بكام؟ واحد. تعالى نعملها كده اكس ناقص واحد هنا هتروح مع التربيع. انت قالك كيف المقام؟ اكس زائد واحد في اكس ناقص واحد باكس تربيع ناقص واحد. وهنا اكس ناقص واحد ناقص اكس ناقص واحد ديت راحت مع ديت بقالك كام؟ سالب. يبقى هنا عباره عن ايه؟ سالب 2 على اكس تربيع ناقص واحد. السالب ده هتروح مع السالب ده بالشكل ده والاكس تربيع تطلع فوق. يبقى اذا لين 1 بتساوي ليميت اكس تقول لي ما لا نهايه لمين؟ ل 2 اكس تربيع على اكس تربيع ناقص 1. دي عباره عن ايه؟ ما لا نهايه على ما لا نهايه. خلاص ليميت تقدر اجيب بسهوله جدا. ده كله بكام؟
يبقى اشتقت البسطه واشتقت المقام هتاكل ده كله بكام؟ 2. يبقى لين واي بتساوي 2 يبقى الواي بتساوي كام؟ اي اس 2. وفي الحد الكون ده لمين؟ كونفرجنت. تاني احنا عملنا ايه؟ اول نقطه ايه هي القيم الغير معينه اللي هتظهر لك في مسائل الليمت؟ القيم الغير معينه اللي هتظهر لك في مسائل الليمت عباره عن ايه؟ مسائل الليمت هتلاقي حاجه من 3 او من 4. اول نقطه ممكن يطلع بثابت او يطلع بصفر او يطلع ما لا نهايه، دي عباره عن ايه؟ منتهيه كده، الليمت انتهت او موجب وسالب ما لا نهايه. يبقى لو طلعت لك بثابت او صفر او موجب وسالب ما لا نهايه كده انا نهيت مين؟ الليمت. هنا الليمت هنا مش موجوده، الليمت بصفر، الليمت بثابت، اي كون من دول كده خلاص الليمت منتهيه. انت الليمت ما بقاش منتهيه لو طلعت لك مش بالصوره دي. لو كانت صفر على صفر او ما لا نهايه على ما لا نهايه بقول هي عباره عن ايه؟ لوبيتال. خلاص؟ خش. لو صفر على صفر او ما لا نهايه على ما لا نهايه انا في الحاله دي بطبق قاعده مين؟ لوبيتال. هي منتهيه بالنسبه لي بس لازم اطبق لوبيتال وبعدين اشتغل. فهمت المشكله يا حد؟ طيب امتى تكون غير منتهيه؟ كده 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 نقطه واطبقها. لو كانت ما لا نهايه اس ما لا نهايه او صفر اس ما لا نهايه او صفر اس صفر او صفر اس ما لا نهايه. تمام؟ يبقى ما لا نهايه اس ما لا نهايه. ما لا نهايه اس صفر. هنا ما لا نهايه اس صفر. خلاص؟ ما لا نهايه اس كام؟ اس صفر. امتى هتظهر ديت؟ امتى هتظهر الصوره ديت؟ اما يكون داله اس داله. داله اس مين؟ اس داله. هتلاقي تعويضها ما لا نهايه، تعويضها ما لا نهايه، تعويضها صفر، تعويضها ما لا نهايه. ما بينهم خلاص؟ في الحاله دي اعمل ايه؟ لازم اخد لين للطرفين، اخد لين. تمام؟ بعد ما بتاخد لين بتتحول المساله لشكل اخر، يا اما ما لا نهايه في ما لا نهايه، يا اما مين؟ صفر في ما لا نهايه. خلاص؟ او مين؟ او صفر في صفر او حاجه من دول. طب صفر في صفر في صفر. ماشي؟ مش انت عملت حاجه كده يعني صفر صفر خلاص بصفر مش هتبقى عندك حاجه بس هتبقى هتتحول لما لا نهايه في ما لا نهايه او صفر في مين؟ في ما لا نهايه زي ما عملناها كده تحول لما عملت ديت كانت كام ديت؟ حسب ما كده كانت اما عملت اتحولت لكام؟ لصفر في كام؟ في ما لا نهايه. طب اما توصل لما لا نهايه في ما لا نهايه او صفر في ما لا نهايه لازم اعمل ايه؟ لازم في الحاله دي احولها لصفر على صفر او ما لا نهايه على مين؟ ماشي زي ما عملتها كده وحلها بمين؟ بلوبيتال. ماشي؟ طب ايه القيم الغير معينه ممكن تظهر لك تاني اللي هو ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. زي ما ظهرت معانا في الجذر. ما لا نهايه ناقص مين؟ ما لا نهايه. ماشي؟ وكده تكون دول اشكال الليمتس في اشكالها اللي هتظهر لك. يبقى في شكل لازم اطبق لوبيتال، شكل بيكمل معايا بشكل اخر، شكل لازم احوله لصفر على صفر او ما لا نهايه على مين؟ انا اللي حاسب الشكل مين؟ تبع المساله وبدات بالشكل ده فبتبدا من هنا ولازم وتوخر الشكل ده وبعدين احولها لمين؟ لما لا نهايه وابدا احل مين؟ الشكل ده. خلاص؟ فيها مشكله مع حد في الحته دي؟ طيب ممكن تصوروها كده دكتور محمد. انت تكون متابع تزايد الدنيا وانت تكون مين؟ تلخص الدنيا. طبعا بتكون تزايديه امتى؟ اما تكون في اي ان اقل من ان زائد مين؟ زائد 1. يبقى يكون الحد الثاني قبل اكبر من الحد الايه؟ اللي قبله. طب انت كنت تنقصيه؟ لو الاي ان اكبر من ان زائد كام؟ زائد 1. تعالى ناخد مثال بيقول ايه؟ الاي ان بتساوي 2 ان ناقص 7 على 3 ان زائد كام؟ زائد 2. هل دي تقاربيه ولا تباعديه وهل دي تزايديه ولا مين؟ تناقصيه. الاول تقاربيه ولا تباعديه؟ لو جبت الليمت الليمت بكام؟ 2 على 3 يبقى 2 على 3 يبقى مين؟ كونفرجنت. تعال نشوف بقى تزايديه ولا تناقصيه. بنعملها ازاي؟ ببدا الاول من شرط الانكريزنج تزايديه. ايه شرط الانكريزنج؟ ان الاي ان اقل من الاي ان زائد 1. خلاص ببدا من الشرط ده. يعني ايه تبدا من الشرط؟ فين الاي ان بتاعتك؟ اللي هي كام؟ 2 ان ناقص 7 على 3 ان زائد 2 اقل من. بنعمل ايه هنا؟ بنشيل كل ان ونحط مكانها مين؟ زائد 1. ان زائد 1 تبقى 2 في ان زائد 1 ناقص 7 على 3 في ان زائد 1 زائد 2. خلاص؟ خلص دي كده يبقى 2 ان ناقص 7
على 3 ان زائد 2 اقل من دي هتبقى 2 ان ناقص 5 على 3 ان زائد كام زائد 5 ماشي يبقى انا بجيب ال ان وال ان زائد اذا الطرفين فصوليه من غير ما تعوض اذا الطرفين فصوليه تمام بكام 2 ان زائد ان بكام 6 ان تربيع ناقص 10 ان تمام زائد 10 ان برافو عليك وده كام ناقص 21 ان ناقص 35 اقل من كام 6 ان تربيع زائد كام 4 ان ناقص 15 ان ناقص كام 10 تمام 6 ان تربيع هتروح مع مين ده 6 ان تربيع ده بكام دول بسالب 11 ان ودول بكام سالب 11 سالب 11 بديه اضطرت مع ديه خلاص اخر حاجه كام يبقى سالب 35 اقل من سالب 10 صح تمام اضرب كل سالب يبقى كام 35 اكبر من كام من 10 هل 35 اكبر من 10 هي متباينه صحيحه دي ايه انكريز يبقى الفضل انا فرضته من الاول صحيح دي متباينه مين تزايد في ناس قال لي ممكن الفضل رقم حطوا كده من 3 و3 تمام لو ده قال ده ماشي بس يعني الكتاب عملها كده الكتاب عملها بالشكل اللي هو فرض متباينه وفي الاخر خلاص قال المتباينه دي صحيحه يبقى اذا دي انكريزنج حسب الفرض مين اللي عمل ماشي فيها مشكله مع حد ده بالنسبه للسيكونس ان شاء الله نخش المره الجايه في السيريز بقى اللي هو الايه المسلسل